توافدني لا زبلة ما لقاوني عملوها كونش في جربة معناها الضربة لتونس في المسلان علاش ما عملوهاش في صفاقس في قبصة في قروان علاش يعملوها كان في جربة ثم ايادي اخرى يا حمبوك ثم حاجة ملعوبة اضغط شوفوا لي زوم دافيغ نرى لي زوم دافيغ هما اللي نجموا يضغطوا على الحكومة كي مثلا الفلوس ما تتصبش للدوله وكذا هكاك تنجم تضغط ينجموا يعملوا حاجه الجريبه راهو الجريبه في تونس الجريبه في بنزرت الجريبه باختو مش المواطن العادي اللي هو باش يحلها المشكله امبوسيبل باش يخلط يحلها كي باغ اكزومبل اليوم تلقاه عنده كري ولا حاجه ضرب الملايين باش يسكر النهار شي تحلت المشكله يجي غدوه صبيحتها وتعاود تصورتها تلقى البوبيلات تلقى الدنيا كلهم مسخه مي هكا بوبيلات في الكياس شكون باش يرانا؟ باش يراك بن اسمه مهدي جمعه باش يراه هو يسون فو با مال هو في تونس. راح علوش ريتو في جربه سكوف علوش مطيش الوي ما دفنوهش كمواطن اللي طيش فيه في الزبله علوش الوي ما حفرتلوش حفره ودفنتو. هذه حاولوا ان ننظفها من بلاستيك من حاجات نستفيدوا منها يا رسكلاها اللي عندهم اصحاب الشهادات العليا ممكن يوفر لهم عمل في الاشياء هذه. اما بالطريقه هذه او مناوشاتها او سكرها او حلها او مش عارف هذا ماهوش حل يلزمنا نحاولوا ان كيفاش نلقوا حل جذري ودائم زاد مش حل وقتي بتاع عام عامين وسيء لا حل دائم نهار الاثنين نقرا اليوم بطلت نقرا وممكن غدوه بعد غدوه ولو عام الجاي حتى يصفون وضعيه البلاد وكاو السبله داخله للديار الدود حشاك في فروشات صغارنا شو نقول لك حاله مكرهه جربة نبكوا عليها بالبكاء والله بالحق حومة السوق نبكوا عليها بالبكاء على الزبلة حالة وبرة شو نقول لك هذا ما عندي ما نقول لك من 8 الصباح جيت من الظهر على خاطر الزبلة هذه رابطة كنا كما قال حمزة مدامي قاعدين نعيشوا في زبلة في بوبالة بوبالة معناها بوبالة معنى معنى تم معنى الكلمة معناها ولا حياتي من تنادي معنا لا صورت ولا والي ولا كل الوفد الوزاري ما لقينا حتى حل وما لقينا حتى واحد كابوا ما تقضونا كانت حبوا تقضونا ولا بتمشي في هاوية الجزيرة هذه بتمشي في هاوية تمشي تو طلع على البحر تاع الجيم كان ملوث كله فهمت نعنو المشكلة هذا فهمت وفي كل ميدان فهمتني مش كان في البحر بركة مش يطيشوا فهمتني يجيب فهمتني حاجة الشط باش يطيش مع البحر يملى وينزح باش يهز معاه فهمت كل شيء ولا امشي تو تمشي تلقى الباب تلقى مش عارف انا سرشيات تلقى برشا حاجات هنا تلقى حشاك كواش معناها يضر مي سي با نورمال هذه ماهيش طبيعية الحكاية وماهيش لوجيك جملة واحدة خاطر الفرنساوي يقول لك فت لا إذا سي تي فو تي بو سي تي فو با تي نو با با إذا كان يحبوا ينظموا البلاد ينظموها وإذا كان ما يحبوش يخلوها تخمس Là, moi, je comprends pas pourquoi on fait ça. Je trouve que c'est rendre service à la mairie. La mairie se décharge. Elle dit, voilà, c'est des voyous qui mettent le feu, c'est des voyous qui font tout ça. Et on rend service à la mairie en faisant ça, parce qu'elle n'a plus la solution de gérer le problème. Je vois, frère, le dukhan partout, le zibla partout. Malgré le seul choix qu'on a trouvé, c'est qu'on s'arrête dans le zibla, malgré qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il va augmenter les maladies. Le doud. يمشي معانا الزبله خلط علينا طوى سخانه باقي نحرقوا فيها لو طولي باش صب المطر باش يوصل باش تخلط لنا زبله ومطر تصور معناتها شنو باش يصير معناتها وما مش يبقى برا تو كان يبقى في الشارع لا قاعد يدخل لنا للدار راهو الماء قبل يدخل لنا للدار طب باش تدخل لنا ماء مطر وزبله معاها برشا عباد تخمم حتى في العيد مش باش تعيد خايفه من التلوث خايفه من خايفه على صغارها ربي يقدر خير وكاو عباد زبله ودود في عينيها مرضت قول دود برشا عباد انا علاش هذا كله يا اخي راح نحبوا مسخو كياس الزبر الازرق اول مره وريته انا عمري 4 سنين سنه اول مره وريته الزبر الازرق في جربه ما اول مره وريته ازرق ذبان ازرق والله صدقني قسم بالله قعدنا 3 ايام ما حرقناهاش زبله حشاك الدود وصل للنخله اللي كريتها ما عادش يحبوا يهزوا قال لك ما عادش عندنا وين نصبوا وفلوسنا ما عادش لاقيين شكون يهز لنا الزبله احب نزل في جربه وحكايات اللي صايرة ما تشجعش على الخدمة لا على حد شيء نتاق خدمة الناس كلها البوبيل باغتو كما تخلصش ممكن يجيك للدار الناس كلها قاعدة تخلص قاعدين يخلصوا كان باش يقعد الوضع هيك مش باش نخلصوا بيان سيغ أنا مواطن ليبي جا زيارة لتونس الشقيقة كانت نظرت لتونس ديما النظافة الاهتمام العلم ونتفاجأ الآن بمنظر سيء 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 للغاية ونتمنى من الله العزيز القدير أنه هو يصلح البلاد ويصلحكم
وتتموا بلادكم وما تضيعوش بلادكم زي ما ضاعت بلادنا. هذه خفيه تلعب من تحت الطاوله ما يشتبعي لك، على خاطر احنا بدينا بالثوره ويظهر لي اول مره في التاريخ واول مره اول بلاد باش تبدا ثوره تاع زبله. اي لا حتى حساب كنا غايرين على صحتنا في الموت في الدنيا هذه. انا شفنا مرض خايف في كلاوي خارج من اللحوم والسناقب والطب فاك للأحزاب وعلى السياسة قلبي معدي كلمة يا مالاخر ما جيبوهاش للمسؤولين جيبوه لهاد العومة صاحبي.